مع التوسع العمراني والهجرة من الريف إلى العاصمة أديس أبابا، تتكثف معاناة السكان في الوصول إلى أماكن عملهم بسبب الزيادة المضطردة في عدد السيارات. مشهد يتكرر كل يوم، ما يجعل الركاب ينتظرون لفترات طويلة خاصة في ساعات الذروة. تعمل الحكومة كلما دعت الضرورة على فتح طريق جديد. بالطبع لدينا تحديات، والمواطنين يقفون في صفوف وقت الذروة. نبذل قصارى جهدنا لضمان انسياب الحركة، إذ نحن بصدد بناء مركز للتحكم في الحركة وتوجيه السائقين اعتماداً على التكنولوجيا المتطورة. في السنوات الأخيرة أطلقت الحكومة الأثيوبية شبكة القطار الكهربائي الذي ينقل أكثر من 60,000 شخص يومياً، فضلاً عن فتحها مزيداً من الطرق. الشوارع في العاصمة مزدحمة جداً، خاصة في فترتي الصباح والمساء وخلال موسم الأمطار. هناك بعض الطرق تحتاج للصيانة، على الحكومة أن تبذل جهداً أكبر في توسيع الشوارع. وأمام الحاجة لطرق معبدة وسريعة جديدة، لجأت السلطات الأثيوبية إلى استخدام أراضي كانت زراعية لفتح المجال لانسياب الحركة في مدينة تتجاوز فيها مركبات النقل العام وحدها أكثر من 10,000 وحدة. تبذل الحكومة الأثيوبية جهوداً لإيجاد طرق وتكنولوجيات جديدة لضمان انسياب تنقل سكان المدينة الذين يتجاوز عددهم 8 ملايين نسمة، ومع ذلك ما تزال معاناة المواطنين مستمرة للوصول إلى مكان عملهم أو سكناهم. جابر منصور، سكاي نيوز عربية، أديس أبابا.